الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد قالوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أعصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من ذل من السماء وما كنا منزلين إن كانت لسيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أرض الميتة أهيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتركوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق
والمرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون معلمنا شر ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقل القول على الكافرين ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة فيا يا أيها المشتاقون إلى رؤية
قد أحيا كما قد جاء في الحديث ومودا قد أمر
لها حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيا ومن يقول بخلافها ضل السبيل وقاعدا وكذا جميع رسوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. وادم عليه السلام ذاتك سرمدا سيدا وبعبد مطلب أبوه له الدعاء وهو ابن هاشم الجوال المقتدى أعني ابن عبد منافه من ينتمي لقصي بن كلابه مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي بلؤيه نسب ابن غالب العدا ذات ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنة الألام ومعضدا السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة ابن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزالهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أقدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإقل نظامه وحلام فاخره الوجود تقلدا هذا ولما أن أراد إلى هنا إظهار نصر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم قسم في الورى من بعد جدب للبنية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا خير المسرات الجوادا
وأهيل الشرك أصبحت أصنامها منفوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح نقضوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لم تعهدا وجميع أحبال روت أخباره وزهارها وجه الزمان تورودا وتقول حال ظهور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها فقطعت لقاء تعددا Oh,
حمله لما بشر قد وفد فنون أبد النبي الأجود وبعبك قد كان ذلك والأنت أخوله من أرض الشام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجددا وضريحه قد أشرقت أدواره من زاره نال منقصدا ولدى أمام الحمل تسعة أشهر حانت نادت من أتانا مرشدا وتعرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا غير الضلال المبدا ولأمه في الخلق جاءت ولأمه في الخلق جاءت مريم فذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حوره معهما ليكون تأنيسا لها وتوهدا فهناك قد جاء المخاض فأرزت شمس الهدى غير الهدى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Oh,
المبارك عليه وعلى آله قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجد مبيض لون قد تشرب حمرة قامة مرفوعة سقيت ندى سهلا لخد كالثل حياته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى بعليل أغر وواسعا فمه حوالوا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجهه الشمس افتست وبنور ضوء جبينه البدر مرتدى ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطالا اجودا ويعظم الشرفاء والفضلا ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولاهله ذا خدمه متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يقبل ويصف العلو والعذر يقبله ويصبح عنيدا لله يرضى ويغضب فشرماته اذ في عوائبها وردا وتهابه كل الملوك جلاله ولمن يلاقي بالسماء قد ابتدى ويمازح الاصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصى جمعها وبها ختام رسل الضحى يا رب عجل بالصلاه ضريح حوادم عليه رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى هنا قد تم ما رأناه من نظر لمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس والمقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا قوت العباد بجاه كن بالخطوب لنا معين منجدا وعلى عوائدك وعلى عوائدك اللسان فأجرنا فالقل عن حاب الجميل معمدا وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلكم بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وفؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم اذب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافيه لمرضانا وجد باللطف باللطف يا من بالمكارم عودا وبعلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا بيضا مغيثا للبرية جيدا واحرس حماك وأزل خيره واغضر لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفراج القريب تعهدا انظر الى سلطاننا بعناية وانصر بشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا قيم يقين ما نحاذر كدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونعوز في جنات عدن مقعدا لعبدك العزاب الفكير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا أدم له وصل الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه هم كذا ذرية وامنحه ستر الجميل مؤبدا وشيوخه حبة ولقارئ ولسامع إليه ممجدا ولمدر هذا الخير وشعياه واجعله بمهد الكبول ممهدا واجب دعانا إذ وتوهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا الصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حفظ صبا أمانك الحسن الرتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي وسوس في صدور
أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين محمد بالقدر والرحيم وصل وسلم على سيدنا محمد بالملك على إلى يوم الدين وصل وسلم على الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد من أهل السماء والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سبحان وعلي عن سائر أسفر أجمعين التابعين الأخلصين وارحمنا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله أفضل ذكر لا إله إلا الله Oh,
المرحوم حاجي احمد حسني بن حاجي محمد حسين دهلان المرحوم حاجي محمد علمي بن حاجي حسن المرحوم حاجي محمود بن عبد الله
اللهم المرحومة حجة علوية بنت هجي سنوسي المرحومة حجة ستي فائزة بنت هجي محمد حسين دهلان المرحومة حجة جوهرية بنت هجي محمد حسين دهلان صلهم وبرعهم ولدينا ولدكم أبواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين مع حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعلم حكمهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك بمزيدة يا ربنا لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك إنك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدن العلم الأصلاة وصلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل توبة مقرعنا ومعلمنا من أمر الخير في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونعطيها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الله ولكل الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين والعلماء إلى يوم الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة سفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثواب مثل ثواب ذلك محمد ربك وإحسانك ثم إلى الله ما يقرعنا ها هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم أن تعلم به يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواحي سيدنا مهجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وحبيب عبد الرحمن بن حبيب محمد سقار سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني وحبيب عمر بن عبد الرحمن المطاس الشيخ علي بن عبد البارس وصف الله بن حبيب علي الحداد وصاحب المولد الحبيب علي بن حبيب محمد بن حبيب حسين الهوشي وصاحب المولد الشيخ محمد الأزهر وصاحب الولاية الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البنجري الشيخ جلال علم بن عبد الصمد الشيخ محمد كشف الأنوار بن هجي إسماعيل البنجري والشيخ شراني عبدان بغير والشيخ شعراني أريب والشيخ حجي محمد زيني بن عبد الغني والشيخ
سر واسے اجی سمن مولیا او اصولہم و قرئہم خصوصا الی ارواح من اجتمعناها هنا بسببہم الی ارواح عبدک الفقراء المرحوم حجی محمد مسن گرو حجی محمد مسن بن حجی دہلان المرحوم حجی علی بن مسامی المرحوم حجی حرون بن حجی دہلان المرحوم حجی احمد مسنی بن حجی محمد مسن دہلان المرحوم حجي محمد علمي بن حجي حسن المرحوم محمود بن عبد الله المرحوم حجي علوية بنت حجي سنوسي المرحوم حجها سيتي فائزة بنت حجي محمد حسين دهلان المرحوم حجها جوهرية بنت حجي محمد حسين دهلان أصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا معلمينا الحق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أوصل اللهم ذوات ذلك منا إليهم واجعل النور يسعى يطلع بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار حجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار حجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفقهم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين أن الله يجعل مستقر روح الرحيم في الفردوس على مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم الجميع برحمته والرضوان واصغنا وإياهم بسحر الجنان يا هلال يا منان يا من إذا سئل عنك وإذا استئنا عان اللهم اجبر عن قيصرنا وامتدارنا واختم بصالحة أعمالنا ولا الإسلام الإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تمن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على قرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عندك يا أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما يتنا عليها قمتنا عليها غير الضالين ولا مضلين ولا مفتونين وأنت حسبنا ونعم الوكيل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرزق لنا من أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة